السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا، يعني كما شفتوا التيتل، يعني محرز وين جاتوا اصابه ويخلط حسابات المنتخب الوطني الجزائري بعد اجتماع بيوم واحد. محرز يصاب او سوف يصاب، يعني ما تنجمش تعرف يا يصاب او سوف يصاب. انتم املتوا التيتل ما كاش منها كاع، كاش منها محرز بين حكم عليها انا الا مازال مليح ولا مازال مشي مليح. هذه هي محرز، غادي ما كان لا خلاصه تاع القول تاع محرز، ومحرز هضر لا والو. انا بنشوف محرز في 90 دقيقه، يعني الناس اللي دايره هذاك البهرجه هذيك محرز ومنا وعد قال لي معزوزي ضغط على المدرب ايا راح جم محرز. يعني الضغط نقول لك وين غادي يكون، نقول لك الادي، نقول لك وين غادي يكون، نقول لك وين في التيره. هذه هي في التيره، لان انا نبقى نقول لك باللي محرز خبيث صح. محرز اكبر خبيث، محرز اللي تكبر على الجزائر. راك تشوف، راك تشوفها، يعني باش يفيتو القيل والقال راه عنده. وهذه عند مدربي كاينه بارتو، على ما قالوا عند اللعابه كاع. غير حنا راهي جايتنا جديده 5 سنين، هذا الهيشر اللي جا وجدد، هذا الهيشر يعني علمتهم خالتهم مريم البوكاء، يعني وفاني خريج مدرسه الحماره الناشفه، يعني وين يتبان لهم باللي جديده. ما على بالوش باللي المدرب كي يدير قدام لي يدير القائمه يروح، بانوا باللي عند محرز هو راه عند لعابه ويهضر معاهم وكلش، يعني باش يدير القائمه تاعه، باش يرتب القائمه تاعه. هذه هي ناس يتبان لهم باللي جديده. ما قلي انا ضد هذا الصوالح، بصح شتي هنا منتخب وطني جزائري، اللاعب هذا الا قدم المنتخب الجزائري صح، ما قدمش يروح يروح، بالتالي ما غاديش نقدسوها. انا مانيش، احنا ماناش اتباع تاع مدرب كيما قال لهم واش راكم باغيين يخرج محرز خرجوه كاع، راكم باغيين يخرج محرز راك عشت ولا محرز، شتا ولا محرز، شتا ولا محرز. لعب دو كوب دافريك شتا دار لك محرز، ماش بارا شتا دار لك محرز، شتا ولا محرز. انا كرهت يا ودي، كرهتهم انا من ضربه تاع كاميرون صايكا، قلت له خليه زوج ما بغاش يسمع ذاك لونترينر اللي راح محشيت له. كان عنده الوقت، كان عنده 2022 2023 حتى 2024 باش يلعب كوب دافري، كان يصنع ايكيبا. قاعد يقصر عليكم. ما راني عاقل بعد الاقصاء راح جاب 7، جاب ذاك بيلا العمراني، جاب منا. راني عاقل قلت لكم هادو لا يجي فيهم، غادي كي تجي كوب دافريك والله واحد ما غادي يكون. او صح والله واحد ما كان، صح والله واحد ما كذبت، خرجت صح. قلت له يبالي عمرك شو حاجه راشيه عمرك لا تعقد بها، حاجه تكون راشيه، نعطيك حاجه نعطيك كتانه راشيه تعطيك تعقد بها وتتكلى عليها تشد فيها. هذاك لونترينر اللي راح صرالو كيما هاك ولا شاد في الراشي، كيما نهار الكوب ماش باراج راح جاب فيغولي وقديورا مبليسين. يا ودي ما راهمش يقدموا لك، حنا مش انا نقولوا هذو شي لعابه، هذو لعابه وقدموا وبارك الله فيهم، بصح انت الواحد جبتهم مبليسين، لعبتهم 5 دقائق الثانيه كونتر كسموها يا ربي. ليش كان والو. علي وين التقى فلاديمير مدرب المنتخب الجزائري بالثنائي رياض محرز وحسام عوار بمدينة جدة السعودية، ويلعب محرز في صفوف الأهلي جدة فيما انضم عوار إلى الاتحاد جدة مؤخرا قادما من روما. وقال الاتحاد الجزائري في بيان رسمي في إطار متابعة لاعبين ناشطين في الخارج، التقني الناخب الوطني فلاديمير اليوم في جدة بالمملكة العربية السعودية، يعني والتقى باللاعبين رياض محرز وحسام عوار. وأضاف الاتحاد كرة الجزائرية خلال اللقاء استفسر المدرب عن مدى جاهزيتهم مع أنديتهم، كما ناقش معهم مواعيد القادمة للمنتخب الوطني.
وكان وليد صالح رئيس اتحاد جزائري كرة القدم قد كشف في وقت سابق أن رياض محرز قائد الخوض قد يعود لصفوف الخوض قريبا بعدما استبعد من معسكرين آخرين. وشهدت القائمة المنتخب الجزائري في توقف مارس يعني وجوان غياب محرز، ففي المرة الأولى أوضح المدرب الجديد فلاديمير أن رياض طلب الإعفاء من واجب الدولي حتى يقرر موقفه في من مواصلة اللعب الدولي، بينما أثير الجدال يعني قبل معسكر شهر جوان الماضي، وكانت يعني نهائية كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار آخر ظهور لجناح الأهلي جدة مع محاربي الصحراء. بصح هو الناس هذوك راح يشروا هذوك كما الله يرحم الشوابي، ها ولا واحد درس الهالي، ها ولا ولا هذا الحمار هذا شو دايش هذاك مسيلمة الكذاب شو راه دايش؟ أمنوني بالله، حسين جناد بيكتوفيتش تسبب في خراب العشب نيسون مونديال، هذا تيت وتسيب الناس يتفرجوا فيه وعادي مازالوا يكذبوا عليكم. أي هذا تيت هذا حسين أبعاد بيكتوفيتش تسبب في خراب العشب نيسون مونديال. يا مسيلمة الكذاب، حسين جناد كان من الأوائل اللي كشف الخراب، يا واد الحمار باش تهضر على حسين جناد، باش تهضر على حسين جناد، حسين جناد كان من الأوائل وليتو تضحكوا عليه، هو مهندس زراعي ولاو يضحكوا عليه، ضحكوا على فاهم بوعزة من لعاب راه مربي مواشي ضحكوا عليه. تشافي داير مزرعة تاع خيول، مزرعة كبيرة تاع خيول، تشافي داير مزرعة كبيرة تاع خيول في إسبانيا، فانيك مكان والو، مهندس قاري منا ويقول لكم بلي عشب هذا يعرف أيا يخرج هذا المخنث هذا المسيلمة الكذاب العريضة ينتقد وباغي يهدر، ساك تهدر شكون تهدروا مسلو تهدر ما تحشموش كذب. غادي مسيلمة الكذاب هذه اليامات غادي نلها معك الجديد تاعك الجديد يا الجديد هاك عشتها ولا جديد الجديد، وبعض الاعلاميين اللي هضروا معاك فانيك غادي نفوت كلش. هيا اونيكيد غادي والله لا اونيكيد انا نقول لك مسيلمة الكذاب قار على الجديد، انت وشنو يا غير قارعوا الجديد والله لا جديد، غادي نلها معكم السيمانه الجايه نلها معكم من السبت وروح نلها معكم بلا ما جبنا الفانتنا في القائمه تاع ليكيب ناسيونال، والله لا لهيت معكم الجديد تاعك تعاير في ايمان خليف تقول لهم خسرت لنا السوق، ما تحشمش انت مسيلمة الكذاب، ما تحشمش تعاير في وحده جزائر كومبلي فرحانه بها يا واد الحمار، ومن بعد تخرج ديت تيد الماء بوم ايمان تفوز بالميداليه الذهبيه وانت تعاير فيها وتعاير في ديك النمور هذيك تعاير فيها وتقول لهم كوي لعبه اب كيما هكا تقول لهم كوي لعبه اب، تحشمش كي الحمار تاع حمار تاع على تعاير كيما نهار الضربه تاع الياسما بين بحال الاهلي تقول لهم باللي شراو الماتش الياسما ومن بعد تخرج لهم كيما هكا الياسما تعود بالكاس الغاليه يا واد البغل، راك عازم الناس مشا يتبع فيك تبعوك غادي نجيب لك الجديد تاعك ايوا غادي نجيب لك الجديد تاعك غادي نخلعك بالجديد، واش كنتو تهضروا وتقارعوا النمور هذيك تخسر تقارعوا الايمان تخسر وفرحتوا من سجادي جاب مرتبه ثالثه فرحتوا، غادي نخلعك مسيلمة الكذاب انت وذاك هذاك كيسمو هذاك فيزو فزاز فيزاز ولا كيسموه، غادي نخلعكم كيفاش تقارو لا تخسر ومن بعد مي ربحت بيناتكم شتا تهضروا ومن بعد تخرج كي الكلب غاسل وجهك يعني بالبول تاع الحلاليف تقول لهم بوم يا واد الخبيث لانك خبيث. المهم محرز ما مبليسي ما والو ولي فانيك محرز ماشي مبليسي محرز غادي نقارعوا له انا واحد من الناس. المهم الله يجعل يجي لي كيما صوفي طوع الكف عليكم اللي هنا
أيا ونحكموا عليه كي يلعب. هذه هي. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، ما تنساوش تفعيل الجرس واللي مشي ابوني، اي ابوني معنا ودايما معكم بجديد. سعيد وخاوتي.